السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. وكيل اعمال عبد الرزاق حمد الله يخرج في تصريح ويقول: وحيد خيلوزيتش يكذب على المغاربة ويجب عليه الاعتراف بالسبب الحقيقي. قال وكيل أعمال وشقيق عبد الرزاق حمد الله في تصريحات أدلى بها عبر برنامج بانوراما بقناة ميديا جميع الادعاءات التي طرحها الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الإقصاء من الكان في أمم إفريقيا، والتي أشار فيها إلى أسباب استبعاد مهاجم نادي الاتحاد. حيث أكد عبد الرحيم حمد الله شقيق عبد الرزاق بأن تصريحات الناخب الوطني المغربي وحيد خيلوزيتش مجانية ولا صواب لها، كون شقيق عبد الرزاق لم تربطه أي مكالمة هاتفية مع الناخب الوطني أو مساعده مصطفى حجي، مبرزا أنه لم يشترط أبدا اللعب كأساسي من أجل الانضمام للمنتخب الوطني المغربي، ليؤكد في تصريحه بأن الناخب الوطني يكذب على الوطن ويختلق التبريرات الكاذبة من أجل إقناع المغاربة بقراراته الغريبة بدلا من أن يصارحهم بالأسباب الحقيقية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.